بنتك ماني رايحة، الولد لازم أول ما يصحى يشوف أحد من أهله قاعد مجابله. إيه أحد من أهله يعني أنا معك، أول ما يبطل عيونه لازم يشوفنا ثنتيناتنا، مو يشوف وحدة. ترى ما يعطون جوائز. أما كيفي. يلا خذ، بدأ الصقاب. يبا امشونا بنروح نرتاح يمه، نبي نرتاح، أنا تعبان بعد. يا يمه شوف لك سرير وخذ لك غفو عليه، إيش فيك؟ أنا ما أحبك تسوق هالوقت، أنت بالنهار تعيش هالمرة بالليل. زين والبنات في البيت شلون؟ البنات بروحهم، عاد انت ما ادري ايش بتسوي حق البنات، بتروح تحط راسك وتنام، لو يطقون عند راسك طول ما قعدت. بعدين احنا كلنا ببالنا مبطله ديرتنا امان. ديره امان الحمد لله. امان الحمد لله. امشي روح قبل لا تلحق علينا. امشي امشي. اوقف. بدر ايش كان يسوي هني؟ وين شفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا انت؟ ليش طلعين من غير مكياج؟ صدقين ما عرفتك؟ قلت لك لا تفور اعصابي، الرد على قد السؤال. وين شفته؟ وين شفته؟ شفته في العماره اللي فيها الدكتوره، يقول رفيجه هناك. بعد تفضلي. انزين وين ماخذ هذه من صباح الخير؟ هذه على فكره هذه بنتي، ترى بنتك بعد نفس الشيء، عندها اليوم اجازه سيستر، باخذها بروح تمشى. ليستر بابا. ها؟ ليستر بابا. ليستر بابا قالت لك. وهذه فكرتك ولا امي اللي دازتك عشان تمهدين؟ هذه فكره امي، وبعدين امي مو محتاجه انها تدزني عشان امهد لها. اللي بتقوله بتقوله، ما راح تخاف من شيء، وده هذه فرصة دام ان احنا موجودين هني، خلنا نتوكل على الله. اوكي، عشان كذي بنات الخال والخالة مطيحين هني بشكل مقيم ويومي عشان اختار، صح؟ صدقني طلعت غبي. زين وهذا السبب اللي خلى امي تحن على ييتي؟ هذا سبب من الاسباب. وشنو باقي الاسباب؟ اشتاقت لك. وبعدين امي مثل باقي الامهات محتاجة انها تشوف احفادها، وشكلي انا ما راح احقق هالامنية. انت ايش تنطر بالله؟ وي بعيال يكررون نفس كلامك؟ لا شكرا ما بي. شفت؟ حتى ان انت تستنكر وتستعر. لا تكملين. لا استنكر ولا استعر. امي بتم امي وتاج على راسي هي واهلها. الموضوع كله انه ما فز قلبي حق واحده منهم. اشوفهم مثل خواتي. خلاص مو ضروري واحده من الاهل. ايش رايك بنرمله؟ رشيده لا تلعبي لي دور الخطابه. لا نرمله ولا غير نرمله. انا ما ابي. وليتها بتزوج راح نفتح باب الترشيحات وتخطبي لي انت اللي تبينها. ايش قلتي بعد؟ بعدين اللي بغيت تسيبين يبي لها شويري. على فكره انا ترى يومين مسافر. ها نعم؟ يعني ما قلت لنا. انت قلتي بتمددين اسبوع، وامينه يوم سمعت قالت بتمدد وياك. ايش فيك؟ ما احب الامور يلوم. ان شاء الله ان شاء الله يمه، بس انت لازم تاخذ اربع محاليل حتى تصير زين. انت البارحه بغيت تموت. انا صرت زين؟ شيلوا الابر، انت تشتمون فيني. وعلى كيفك صرت زين؟ انت عندك قولون عصبي، بغيت تموت. اصبر. ما احب الابر شيلوا. ما احب الابر. زين 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 زين. ان شاء الله ان شاء الله شيلهم الحين. أحب الأبواب. الحين شيء. أحب الأبواب. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. صراحة يا يبا أنا اللي طلعت منها تقعد عندنا كم يوم، ما شبعت منها يا رشيدة، حتى أمك حبتها. إي بس يا يبا أنا ما قعدت معاكم، ما شبعت مجاملات؟ هي مجاملات يا يبا، ترى مثل ما أنتي بنتي هي بعد مثلك هم بنتي. لا يا يبا لا تقول مثلك، أنا غير. أنا اللي يابني الشوق، اللي يابها الخوف. أنا اللي يابني الحب، اللي يابها الكره. خايفة من حياتها اللي مو عارفة شنو مصيرها فيه. حتى أمي مو ترجع تجامل علشانك، مو علشان بنتك يا يبا تقول كذي. أهداك يا يبا بس، شو التفكير هذا؟ شيل التفكير هذا من راسك تو يرضى عليك. تعالي بس تعالي تعالي. مالي هذه تصرفات وعلى الدم.
أنا أدري أن أمينة عندها مشاكل وياي هني عشان تنسى مشاكلها. طالع يبا قاعد استمتع بكل دقيقة تفصلها عن مشاكلها، وأنت الحمد لله لا عندك مشاكل ولا تعالين من شيء. لكن أيبا ضحكتك حتى ما شفناها، أنت تيد وأنت دكتورة، قاعدين عندنا هني وأنت دكتور، وتسافرين وأنت دكتورة. لا تضحكين يا يبا، لا تسولفين، لا تغشمرين، احنا يا يبا نحبك ونعزك على طبيعتك، نبيك مثل ما انت. اللي ابي منك انسي شوي انك دكتوره. لا تقولين، يا حسرتنا في بيتنا مدمن. انا ماني متاكده، بس هالبر اللي بايده تخرب. زين عيل مدام كذي خلاص بيتنا يتعذر، اخاف يعدي عنا. يا نيتي انت حصبه ولا ابو شنيتر؟ ايش فيك؟ انا اسفه اللي اسفرت لك عن شكوى. اسفري على كيفك، بس انا بقلبي برد. انا خايفه انت سستر ومتعمقه بهالاشياء، اقول يمكن انه سكري. السكر ياخذون الابر بالفخذ او بالبطن مو بالايد. انزين عيل ليش يصارخ وما يبي الابر يوم انه متعود عليهم؟ انت صبري لا تنشري الخبر الحين، خلي يصحى الولد ونقعد معاه ونساله. يا حلوه انت متوقعه الحين بيقول لك اي والله انا مدمن واخذ بر؟ اكيد بيرفض بيقول لا. حبيبتي حليمه تكفين، ما نبي هالبلوه، بيتنا يتعذر وخلي يدلف باللي ما يحفظه. هو 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 يا نيتي، لا هذا ولد اخوك، ايش فيك بساعه خليتي؟ يعني الله لا يقدر لو ولدك في هالحاله بتسدينه؟ اسمع ولدي في هالحاله بهدمه، الله لا يقول إن شاء الله، وعسى الله يشفيه. أنا الحين تأكدت إن أبوي ما عطاه البيت عشان يقهرنا، أبوي عطاه البيت علشان يكون بيننا تحت نظرنا. مسكين ترى ما له أحد غيرنا. صدق أنا أقول إذا وراك شغل ممكن أخذهم داخل عند الأهل. إيه والله تسوي خير، عندي كم شغلة أروح أقضيها وما بدي يرر هالفقيرة المسكينة معاي. أخذ راحتك. ليش زعلان مني؟ أقول ترى أنا بعد عندي شغل، لا تعطني ولا عطلك. يدك رحمة الله عليه راح من غير ما يسمعني. لا لا كان يسمعني بس أنا ما كنت أقدر أقول. يابر ما أبي أسمع، خلاص انتهينا. جملة واحدة بقولها لك، البنت ما فيها عيب، العيب فيني أنا. لو فيها عيب كان ما خطبتها أنا حق ولدي. البنت هذه تشرف أي واحد يتزوجها وتشرف أهلها، والله يشهد سبحانه وتعالى إنها شريفة وعفيفة. يا مدامي يلا تفضلي. أي خدمة؟ تفضلي إيش تشربين؟ العادة تضيفون قبل لا تعرفونا على الخدمة. أكيد الضيافة وحسن الاستقبال ما لهم شغل بالبزنس، حتى لو الكاستمر ما عجبه شيء أو حتى ما تعاقد معنا. وتهجين في بيني وبينك بزنس؟ أنا كنت أقصد بس لا تقصدين ولا شيء. أنت فاهمة أنا شنو أقصد وأنا فاهمة أنت شنو تقصدين. شلون بدر؟ شخباره؟ إن شاء الله قضى إجازة حلوة. أظن عرفتيني وشفتي صوري على موبايله، أو يمكن شالهم. عرفتيني ولا عرفتك بنفسي؟ تشرفنا. وأنا ما تشرفت. البنت اللي تعلم ولدي الكذب واللف والدوران ما تصلح لي ولا أتشرف فيها تكون مرت ولدي. ولا تسوي نفسك طيبة وتبدين حسن نيتك، ترى أنا أعرف هالسوالف ما تطوف علي. وبدر طول عمره صريح معي حتى لما حط عينه عليك يا وقال لي، بس للأسف للأسف أنا اللي شجعته. بس إحنا للحين فيها. خلصتي ولا بعد في اتهامات ثانية؟ إذا شفتي بدر قولي له أمك يتهني وقالت كل اللي عندها وحزتها، شوفي ردة فعلها. بس لا تنصدمين إذا قال لك أمي ومن بعدها الطوفان. صدقين زيارتك نبهتني حق شيء وايد مهم، انه ممكن من يهني يستاهل ضيافتي. في ناس خساره فيها حتى قلاص الماي. شرفتي يا استاذه.
الو امون حياتي، اشتقت لك بعد عمري. نسيتينا ها اخ منك يا القاطعه. حبيبتي متى راح تجين؟ لا بعد عمري فديتك. ما ادري عنهم تصدقين، ما ادري متى بيردون البيت. زين امون حبيبتي انا مشغوله الحين، دقي بعد ساعه ونص كذي. زين ترى ما طلع عندي الرقم، ردي دقي مره ثانيه. زين حبيبتي فديتك، الله يحفظك، مع السلامه. ما له داعي هالورد والكاكاو، ليش مكلفه على نفسك؟ عادي ايش فيك؟ الورد ما رده بيروح البيت وبنحط بالصاله، والكاكاو احنا اللي بناكله. انا مش توليت كلمه حلوه، رد حلو، عيب بيصير انت فاشل. اخوي يمه لو قايل شكرا كان رديت رد عدل يعني. مشكوره. احاكيك يعني مو على ابو ما اشتغل ما اقدر اجيب لك شيء، الحلو انا اللي جايبته، عندي مصروفي. حتى انت مشكوره. يلا ابوي يلا، واحدة منكم توصلني البيت، ابي ابدل دراعتي ترى خاست علي والسبب بعض ناس. انا اسف. ما عليه حبيبي، بس لا تعيدها مرة ثانية. احاكيك اصلا احمد ربك انك نايم بالمستشفى، اظن البيت يبي له اسبوع عشان يتهوى. انا مو داركم السؤال وياكم، قولوا كلمة حلوة بوي الريان. قوم بس قوموا قوموا، يلا نروح لا تأخري على شغلك يلا. لا هي اتصلت على الشغل قالت لهم بتأخر. مو انا كذي ولا كذي، كنت بتأخر في النهاية، أول شيء وديت ليلو والحين جاية أخذك، فقلت يعني أعتذر مرة واحدة أحسن. جميلة صبي لي شاي. أنا يما أصب لك شاي. يلا يما روحي ودي خالتك اللي قاعدة ونايمة، ودوها تعبانة ترى. انزين ما تبيني أرد لك يما؟ لا 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 تردي لي، أنا أدبر روحي. يلا امشي. يلا. يلا وصليني، مع السلامة يما. يما عباتك. يلا. أصب لك شاي يما؟ إيه حبيبتي. خالتك فيها النوم، عسى ما تنام وهي تمشي. صلتي خالتي وسمعتك. ايش فيك مبوزة عشتي؟ ايش فيك مبوزة؟ ما تعرفين سوالف امي انتي؟ ام ودي ابو كيور وزبوجها ام ودي كاكاو، يعني اثنيننا موجبين، ليش معصبة علي؟ انا ما ادري ايش فيها. اكيد اغراضك احلى. طبيعي اغراضي احلى، لان انا موظفة، عندي فلوس، اقدر اشتري، هي لا. حلفة والله قاعد تضحكين، قاعد طلقتها انا يعني؟ اي والله. اقول ديري بالك ها، ترى تصرفاتك وحركاتك صارت مكشوفة. اي تصرفات الله يهداك، يعني انت ايش فيك علي؟ ايش فيك علي؟ قولي لي، يعني انا شرها علي انا اللي شديت حيلي وصرت دريول ووديت الاغراض المستشفى، وبالنهايه امك تسوي لي تحقيق شطوله عشان وديت الاغراض، يعني ايش فيها اذا غبت يوم عن الدوام؟ ما فيها شيء. لا تعصبين لا تعصبين، ليش ما خليتي جابر هو اللي يودي الاغراض؟ وانا بغيت يعني لانه ما تبين سبوت تروح معاه بروحهم، لان انتي ما ترضين، صح ولا لا؟ ايش رايك فيني؟ والله عاد حبيبتي يعني انا ما احبك ما احبك. اي بس تعرفين تبوزين صح؟ الو اموي. هلا كابتن، هلا والله. الله يسلمك ويخليك. اي تليفوني كان على سايلنت. ان شاء الله ان شاء الله يوصل ان شاء الله. مع السلامه. شبي الكابتن؟ اليوم الساعه 7 راح يوصل. مع امون صح؟ لا 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 بروحه، وبي من المطار على طول على بيتنا. لا 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 شيء مو طبيعي، السالفه فيها شيء. ولا ايش حقه بي سيده بالمطار عندنا للبيت؟ هالحكي ما يمشي علي. صدقيني خالتي ماكو شيء، كلمتني كانت مستانسه وطايره من الفرحه. انا كنت مشغوله كذي بالدوام، فاري كانت بتقول لي شيء، شكلها كانت بتقول لي ان مي جايه مع الكابتن. اكيد خالتي اكيد، يعني اقص عليك؟ صارت مرت الابو. ايه الام والام مرت الابو، شكلها يازت لها القعده هناك ونستنا. يما الله يهداك من صدق، لا تنقدين على عمرك وتسوينها سالفه، تلاقينها مستانسه. لو مو مستانسه ردت من زمان، مستخسره فيها الوناسه. خالتي من زمان ما شفنا امون فرحانه ومستانسه، خليها قاعده هناك بدال ما تجي هني ونفتح مواضيع ما لها حل، خليها قاعده هناك لين رب العالمين يفرجها. ما علينا، الساعه كم بيوصل؟ الساعه 7 المغرب. هلا حبيبي. سوري قبل شوي كنت وايد مشغوله ما قدرت ارد. أكيد مو أهم منك.
أقول أنت خلصت امتحانات صح؟ إنزين إذا قلت لك إن أنا مشتاقت لك بشكل ما أقدر أوصفه، شو تقول؟ وإذا قلت لك إن عندي فكرة تتعلق بهالشوق، شو تقول؟ أنا الليلة مسافرة وبرجع يوم الخميس. ما أبي سوسن تحس وتتضايق. كلها يومين ونص وبرجع. ليش تتضايق؟ عادي. إيش دعوة تدري عنها أنت قبل؟ يا ريت تحتفظ بتعليقاتك البايخة حق نفسك. زين لحظة لحظة. تعطينا مصاريف ولا بس كفاية علينا الأكل والشرب في المطبخ؟ صدقين جابر بعد نفسك يحب القراية والكتابة. إيش كثر حاول فيني إني أقرأ أو أكتب بس ماكو فايدة. أنا ولا مرة كلمتك عن جابر صح؟ تدرين لما يدي أجبرنا إن أنا وجابر نتزوج. ينيت قعدت تبكي وسويت لويا في البيت وحسيت الدنيا كلها سكت بوجهي. كنت أظن إن أنا أحب استهلكت عاطفتي أشياء وايد تافهة وما لها داعي وما لها معنى أصلاً. تدرين أنا مرات أقول إني أنا وايد زعلانة من جابر لأنه ما فكر فيني من نفسه. أنا جابر وايد أرتاح لما أسولف معاه، أقول لك كل شيء بدون تحفظ. أنتي أكيد بتسأليني بتقولي لي ليش ما قلت لها أنا حمود صح؟ وانتي كله كذي تسولفين حق الناس عن كل مغامراتك. انتي يا اختي اي بس ما تعرفيني، شلون تثقين فيني؟ اعرف ان انتي اختي مثل ما كنتي تعرفين حمود صح؟ حمود كنت اشوفه من 3 أشهر لـ4 أشهر مره ومن بعيد لبعيد، ومكالماتي معاه مو مستمره، ولو اجمعهم ما تي كلها 5 ساعات طول فتره معرفتي فيه. والثغرات اللي كانت بحمود كنت أمليها بخيالي، كنت أقص على عمري ياهل ما أعرف شنو معنى الحب. كنت أحط مواصفات جابر بحمود وهالشي كانت تقول لي إياها بس ما كنت أستوعبه. للمرة الثالثة أسألك، أنت ليش قاعد تقولي لي كل هالقصص؟ أنت متضايقة من قعدتي معك؟ ما جاوبتين على سؤالي. جاوبت؟ قلت لك لأن أنت أختي، لأن أعرف أن أنت أختي. بس الظاهر يا رشيدة أنت اللي ما تبين تستوعبين. رشيدة ترى أنا مو قاعد استغلك لأنك أنت إنسانة دارسة وفاهمة وواعية، ولا لأنك دكتورة نفسية الحين بإجازة وقاعد استغل إجازتك عشان تعالجيني بالمجان. لا أنا قاعد أسولف وياك وفتحت لك قلبي لأن أنت أختي وبس، وإذا وجودي ضايقك فأنا وايد آسفة. من قدك يا يوبا ما فيك الا العافيه، ان شاء الله مجرد قرون. قرون جايب لك ورد وهالشوكليت الحلو، ناس داشه ناس طالعه. انا برنامج كسر الدنيا جايب لك هيكه بيت شغل بيت. يوبا هذا مو غالون عادي، غالون عصبي. بس انت عاد لا تخلص الكاكاو ما يصير ارد، انا ايدي خاليه. يوبا مخلي لك الورد لا تعطي شو دعوه. جابر هلا يوبا، قوم يما تمشي حرق اللي اكلته. قوم. ما يحتاج عمتي، أنا ملاحظ نظرتك وحسيت فيك. من حقه يسمع سؤالك ومن حقه يسمع الجواب. إيه أنا كنت مدمن. أنا من عائلة غريبة غير عائلتكم، عائلة الأبو مدمن كحول والولد مخدرات والأم منتحرة، عائلة غريبة تركيبة ما أدري شلون. جبت هالأغراض هذه وأتمنى إن شاء الله تجوز لكم وتعجبكم. وليش بنتي ما ردت معاك من الهند؟ إن شاء الله بتتجنس وبتقعد هناك على طول. مشكور مشكور عمر على الأغراض، ما قصرت.
يوم الاربعاء بترد مع رشيده وبتوصلها للبيت. انا ما اعرف رشيده هي سافرت معاك انت، ولا تقول لي بعد ابوك تمسك فيها. بصراحه ام اللي تمسكت فيها وقالت المره الجايه يجيب معاك خالتكم ناصر واختك سبيكه، خلي يستانسون وغيرون جو. ها اي للامانه خالتي تدرين انت ويا امي وايد تتشابهون. على فكره بقول لك شيء، ترى امي ما كرهتنا في اخواننا من ابونا، حتى انت ما كرهت اخواننا فينا، وهذا اهم شيء. تصبحون على خير. خالتي شلون نعرف البخور الطيب من اللي مو طيب؟ ما ادري عنكم سويتوا فيها خبره وتفهمون. اي والله خالتي شلون بنفرق الحين؟ مالت عليكم بعد، هذه يبي لها حكي بعد ولا يبي لها سؤال؟ يا ربي ريحته طيبه تبين الريحه الطيبه ولا ما تعرفون الريحه الطيبه؟ وبعدين يبقبقي بقبقي بقبق. هاج هذه لك. شنو هذا ويع مو حلوه؟ خلينا نختار لك خليج. ايش تختارين؟ عمر سالني عن الوان كل وحده فيكم وانا اخترت لكم الالوان. هذي كنا خالتك اكيد ناسيه مفتاحها. اعطيني. جابر مو هني. امي خطبت لي. حبيت اقول لك بنفسي واشرح لك. مبروك. عشنا في قصر في اجمل مناطق كاليفورنيا، حديقه وخدم وسيارات احدث موديل ومحطه بنزين ومحل مجوهرات. طلباتي كانت اوامر، ومع هذا ما خيبت املهم على الاقل في النصف الاول من عمري. امي كانت مهتمه اني انا اتكلم فرنسي، وابوي تولى مهمه العربي وحط لي مدرسين من كل الجنسيات. توفرت لي كل انواع التسليه بدون ما اطب الشارع، حمام سباحه وقاعه سينما وصاله وجيم. كنت اعزم من اصدقائي واشوف نظرات الحسد والغيره في عيونهم. غرامي الحقيقي او هوايتي كانت الكمبيوتر. الكمبيوتر اغناني عن الاصدقاء. وما لاحظت ان العلاقات دهورت بين احد اثنين. بعدها بدينا ننتقل من فيلا لفيلا اصغر، حتى مستوانا المادي بدا يدهور. انباعت المحطه ومحل المجوهرات. ولما تخرجت ما قدر ابوي يحضر حفل التخرج لانه كان مدمن كحول. امي ما عادت تضحك، وابوي كان يحط اللوم على امي ويقول ايه اللي بعدتني عن اهلي وبلدي، وامي تقول ابوك ضيع ثروتي وخيب املي. بعدها بديت اخذ دراجز، وكل ما اقل تاثيرها ادور على شيء اقوى. وفي يوم فقدت الوعي لمده يومين وما حد درى عني. امي في غرفتها شبه مخدره من حبوب الاكتئاب، وابوي في عالم اخر. لما صحيت وشفت نفسي في حاله اردى من اللي شفتوني فيها من قبل كم يوم، قلت لازم ابدا من جديد وارضى بالموجود وحتى لو كان قليل. بعدها ابوي دش المستشفى، وامي رهنت البيت عشان تدفع مصاريفه، وانا كنت اطلع من شغلي في المطعم واروح اقعد معاه. باقي تعرفونه، اللي ما تعرفونه ان مكالمه يدي كانت طوق النجاه، مو لابوي، لي انا. انا مو حاقد عليكم، ما لكم علاقه بحياتنا. يدي قال لي كلمه غيرت تفكيري، قال لي انت المشكله وانت الحل. انا المشكله وانا الحل. مشكوره عمتي حليمه، مشكوره عمتي نعيمه، مشكورين كلكم. اختي اذا هو طيب وحليو على قولتك، ليش لعب باعصابنا؟ يا تدفعون يا قبضشكم بالسكه. رده فعل. لا تنسين ان اول استقبال له لما درينا كان بالمظفر. اي يعني شلون تبين نستقبله بالاحضان، نقول له حياك الله وانت معاك، وهداش لنا مع وحده شقره ما ادري شنو هي؟ يعني اكيد هذه رده فعل. تبينا نتحمل ونسكت ونتحمل اثم؟ لا طبعا. وهي قطيعه تنحنح سو شيء طق الباب، افرض قاعد نحش فيك. لو ما تصرفت وهالتصرف كان قلت يدي كذب علي، وما فيهم زود على المكان اللي جيت منه. يعني ما زعلت؟ الا ضحكت.
لأن صراحة موقف لا تشوفون روحكم لما دريتوا أن هذه أختي بتبني. لا 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 الحراج والويه الفيلم. وعماتك عندك مسخرة حتى تضحك عليهم؟ آسف. إنزين شنو الغدا اليوم؟ ها؟ عيش روم تعليمات الدكتور. خاطري بسمك، منيت ما شميت ريحة السمك بهالبيت. اللي كان يجيب سمك ويحب السفرة ويموت عليها راح، الله يغفر لنا ويغفر له. يعني الحين ماكو سمك بالديرة؟ نكتة؟ لا في سمك، وهز طولك وروح سوق السمك جيب لنا سمك يلا. ما أدله. خلاص أنا أوديك. صدق ملينا من الدياي، قولنا الكاكي. كاكا. يلا امشي. يعني مو محترة؟ عادي؟ وليش تبيني أحتر؟ شفتيني لبس له دبلة ولا قعدت بكوشة ولا حتى يبطاري؟ بس أنتِ لما تسمعين طارية تبتسمين. لا تحاتين. ما راح أبتسم بعد اليوم. وياي بكل وقاحة، يقول لك أمي خطبت لي؟ بالعكس. موقفه هذا يحسب له مو ضده. ومثل ما ياب نفسه وتكلم، ياب نفسه واعتذر. وأنتِ تدرين أم مقاطعتنا من زمان. ما ظنتي بزعل الوالدة عشان بنت الإيران؟ شكلك قاعد تدورين له أعذار. أنا عن نفسي عذرته. بس كان زين أمي وخالتي وجابر يعذرونه. قلتي لي لا تتصل إلا إذا في شيء ضروري أو مهم. بصراحة ما في شيء مهم. بس صورتك قدامي ما تبي تفارقني. أبشرك. ترى بديت أنام من غير الحبوب المنومة. زين، ممتاز يا حمود. يعني ما تبين تسمعين آخر أخباري؟ أخبارك تخصك أنت بروحك الحين. أظن أنك وصلت لبر الأمان. لا لا، ليه الحين دكتورة؟ بصراحة باقي كم خطوة. أنا محتاج لك. حمود، ترى هذه أول مرة أعطي موبايلي الخاص حق حالة عندي. لا تخليني أندم. أنا قلت لك اتصل إذا كان في شيء ضروري. خلاص، إذا اتصالاتي تزعجك حط التليفون سايلنت، ما راح تحسين بزعاجي. معنى أنا متأكد أنا مو مزعج على فكرة. خوش فكرة. يلا مع السلامة. أوه ماي جاد، هذا أحلى مكان دشيت بحياتي. أنا أستانس من هالمكان. ليه قمت وضاقت فيه الوسيعة جيت هني، شميت الاصفر يشرح صدري وطيب. إيه أنا طبت الحين. اليوم غداكم كله على حسابي، كل أنواع سي فود. ما قصرت عسى عمر، أنت ما خليت شيء حق المواطنين، بس يلا زدتك عشان نصل غدانا عشاء. زين متى؟ عشر دقائق. خالد؟ أبو خالد؟ هو علامة. سمعني، أنا متأكد إنه سمعني. شبي منه عمتي؟ شبي منه؟ شنو شبي منه؟ هذا ريحة المرحومة الله يرحمه. لا لا لا، في شيء. أنا متأكدة شافني وسمعني تجاهلني وصد عني. وش اللي خليني سمعت وتجاهلت؟ مثل ما أنت جاهلت وسويت روحك ما تدري إن أبوي كتب لك كل شيء وسويت روحك جاي تزورنا. غريبة، شافني عيني جات بعيني، أنا متأكدة. بس ليش صد عني؟ أكيد تحت راسه شيء. يدي ما ترك لي كل شيء. ويوم جيتكم أول مرة ترى ما كان عندي خبر. عمتي، ولا داعي اتهامات. أنا ما أتهم، هذا حكي الصدق. أنت ما قلت كل شيء، ما كنت صريح. والله جايز، بس حتى أنت ترى ما كنتي صريحة. لا، ما كنت صريحة. زين شو؟ والله يا خالتي ما أدري إيش أقولك. أنا مصدوم مثلك، كل يوم مجاب الويها ولا ياب لي سيرة. ما أدري أروح أطرقه. شفتي؟ إيش هالحظ يا ربي؟ إيش هالقرادة؟ أنا الحين شو أقول حق سبوج؟ أقول لها مالك حظ ونصيب وطايح حظك، حالك حال أختك؟ بنتك عندها خبر، قدر الله وما شاء فعل. أنت إيش فيك؟ بنتي إيش دراها؟ بنتي ما تدري. بعدين الحين وهابي يدري قبل إحنا ندري؟ يا ربي أطلع كذابة قدام الأوادم؟ أقول مخطوبة وهي مو مخطوبة؟ أختي واللي سلمك، نعوم واللي سلمك، لا تجيبين عطاري بالمرة، وإذا فتحت هالسالفة لا تعلقين، سبوش ما تستاهل. وأنا ما استاهل وبنتي ما تستاهل، شو نسوي بس شو نسوي؟ ولي أمرنا عشته وريال البيت هجب اللي ما يحفظه، ما ندري وين أرضه من سماه. أبداً.
ايش فيها الدنيا علي؟ ليش حاطه دوبها ودوبي هذا الأمة كلها ومناجرت؟ قولي لي سؤال وجيه، ليش مناجرتني دهياني؟ يبا كله مني انا اللي قلت له نطري وصبري تريثي، المفروض انا تريث واعرف صاحبي انه ما له كلمه على امه. لا والله، يعني تبي خسر الجنه اللي تحت ريول امه؟ اقدام عادال للمثقفه، اقدام امه علشان بنت الايران؟ يمه انا ادري طاعه الوالدين واجبه، اي نعم، بس انا اللي بعرف ام تركي ايش تستفيد لما تظلم ولدها، وولدها يظلم مرته. انزين ليش يتكلم يوم ان الكلمه الاولى والاخيره حق الشحروره امه؟ ايش تراني عنه؟ ما ادري شلون يفكر هالادمي، بس هو الخسران. خسران ونص، والحمد لله انها ما تزوجت ولدها، هالمينونه هذه متركي. كان يننتها ولا ردت لنا مطلقه؟ يا بنت الحلال شره وان من شر. ديري بجوه. ابجي ما ابجي، ابجي. حظك ردي. الدنيا. وانت دائما ما تقصد؟ انت دائما هجوميه؟ يعني انا قالوا لي ان هي مخطوبه حق تركي، فما هي ببالي ان تركي رايح خاطب واحده ثانيه. ان هي كانت مخطوبه له وبعدين خطب واحده ثانيه، ما ادري ليش. ان شاء الله احنا متعودين نكذب. ايش دراني ايش كذبنا عليك فيه يا بشمهندس؟ بشمهندس الله يسمع منك. رد علي، ايش كذبنا عليك فيه؟ ما قلت شيء انا، بس ما ادري، يعني ما كنت متصور ان تركي مو ثابت على قرار. لا انت تقصد شيء ثاني. خلاص عادي يا جمول، احنا مو في قاعه محكمه. شكرا للتوضيح. لو سمحت ممكن تفارج لاني ابي اساعدهم. اوكي بس على فكره يعني غسيل الصحون من اختصاصي، ها مو تقولون ما قلت لكم. فرق بينه وبيننا. لو سمحتي لا تكملين، ما ابي اسمع اي شيء. يعطيكم العافيه. وين سافر؟ لندن، يومين وبرد الويكند بس. وش عنده بلندن؟ موعد الاهل. ما ادري خالتي كنا سمعتها قال كذي. لا تقول خالتي، انا ماني خالتك ولا اعرفك. انتوا ايش عندكم هني؟ ايش قاعد تسوون بالشقه؟ وبعدين منو انتوا؟ انا فهد وهذا صاحبي مشاري. انا ما سالتك عن الاسامي، انا قاعد اقول ايش عندكم هني في الشقه. يعني رحت ورديت؟ للحين قاعد تكلم التليفون. هل كثر مشتاقت لهم؟ جار ردت مع عمر. يا يبا ايش فيك انت؟ زعلان على اختها؟ اختك. وخير يا طير اختي، ايش قلت انا؟ وهو نكد والسلام؟ خلاص ماكو نصيب، ما الله كتب هالخطبه، ما تنقلب الدنيا، ساعتين ماسكت التليفون. يبا سبوت تسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها يا يبا من كل شر. يبا ما يخالف استعمل التليفون حق مكالمه ثانيه؟ اي حاضر يبا. تلفون ورعية تحت أمرك. شكراً يبا. شنو هذا بعد؟ أمي وراها من مكان لمكان، ليكون صارت أمها بهالمدة وأنا ما أدري. يا يبا أمك طيبة وحبيبة وتحب كل الناس. والله ما أدري شو أقول لك، ما أدري أنتوا اللي قاعد تبالغون ولا أنا. من أصبح للمسي ما لكم سيرة غير هالأمينة. ما أدري صارت إيه البنت وأنا الغريبة بهالبيت. تغارين؟ إيه أغار. بدي لا تقولها وأنت قاعد تبتسم. اللي قاعد يصير يا يبا شيء مو طبيعي. شنو يعني؟ علشان مشكلة عاطفية غيرت محور الكون؟ رشيدة خفي شوي يا يبا، كسر حسك، ترى بيتنا هالكبر، ولا تبينا تسمع؟ لا يبا، أبيكم أنتوا اللي تسمعون. أنا قمت أحس نفسي غريبة بهالبيت، أمي تلحقها من مكان لمكان وأنت مالك سيرة غيرها. شو اللي قاعد يصير؟ يا يبا هذا، أنت دكتورة ومتعلمة. إنزين أنت تقولين الحين مو أمك تجاملها علشاني؟ إزين أهي بعد تجامل أمك علشاني أنا؟ يا يبا الأرواح تتوالف وتحب، والمحبة من الله، وأمك ما شافت منها إلا كل خير، وهي بعد ما شافت من أمك إلا كل خير. ما شاء الله، وانت طاير من الفرحة لأن روحك توالفت مع روحها وما شفت منها إلا كل خير. ولأني حاسب الذنب يا يبا. أيوة، وانت عيد وزيد بهالقصة لأنك حاس بالذنب، ولأن ما أدري شنو، ولأن حاس بالذنب يا يبا، لأن ما أنا قادر أحبها لا هي ولا أختها ولا أخوهم بعد، كثر ما أحبك أنت وأخوك. ارتحت يا الحين؟ ماكو فوتيني؟
بتبيع البيت؟ اعتبرني ضيف عندكم. قصدك ان كنت تحت رحمتك؟ ليش البيت لما كان باسم يدي كنت تحت رحمته؟ بس يدي عمره ما حددنا بالضبط. ما املك حكمته بس اتعلم. شوف دور الطيب مو لايق عليك، ليش ما تقول لي من الاخر ايش قاعد تخطط له؟ أنا لا طيب ولا شرير، وأكذب عليك إذا قلت لك أنا ما أخطط، لا أنا أخطط لبعيد. تقدر تقول قاعد أكمل خطة رسمها غيري. أنت مرة قلت جملة استوقفتني، قلت يدي ما سجل البيت باسمك وأمنك على بناته وعيالهم إلا شايف فيك شيء إحنا مو شايفينه. أنا نفسي ما شفت نفسي إلا أنا مالك عقار، ممكن أعدل وضعي وأوقف على ريولي من جديد. مع هذا قلت كلام سخيف، طلعت مني أفعال سخيفة. فوق هذا كله كل يوم غرفتي تنظف، هدومي تنغسل تنكوي، أكلي يوصل لي مكاني. حتى لما أنا مرضت شفتكم كلكم حوالي، شيء ما له علاقة بالبيت. انت تدري قابي عارفه من كم سنة؟ من 16 سنة، من يوم 10 سنين عمرها عندنا، واخر شيء ترد المعروف انها تبوبني. ما سألت نفسك سؤال ليش يدي سجل البيت باسمي مو باسم أمك أو خالتك؟ في أكثر من جواب على هالشي، يعني يمكن بيعوض خالي أو بيعطيك نصيبة. أبد مو كذي، دفع حق المستشفى وصك الديون، مو مطلوب منه أكثر. كان متوقع أن عماتي بيبيعون البيت ويفترقون. يا سلام، يعني أنت اللي ما فكرت؟ يا جابر أنا عشت في قصر وعيني مليانة، ما في شيء يدوم غير المودة. آخر شيء سمعته من يدي الله يرحمه قال لي لا تبيع البيت، لا تفكر تبيعه إلا إذا أنت مضطر، لا تفكر تبيعه إلا إذا أنت مضطر. وأنا مو مضطر، وحتى إذا اضطريت ما ببيعه. لا تحقدني، كل هذا علشان مواقف عادية؟ أنت تشوفها عادية بس عندي أنا مو عادية، شيء كبير. يعني معقولة وياك بنفس الديرة واسمع أخبارك من آخر الدنيا؟ عمون اللي ما عندها سالفة، هالموضوع الواحد ما يتكلم فيه أصلا. يعني أنت الحين مو زعلانة ولا متأثرة؟ خاف صدق، من امس مو ماكله شيء. مشكوره، انا اللي اصب الشاي. شكرا ليلى. انت تدري شو اللي مضايقني؟ تعليقاتهم ونظراتهم، ما ادري ليش محسسين ان شيء وايد كبير وصار. عادي، مالي نصيب، ولو لي نصيب بهالزواجه الف وحده من ام تركي ما تقدر تمنعها. برافو عليك، تعجبني هالقناعه. لكن هذا ما يمنع ان احنا نتناقش. انت ناقش بشنو عمر؟ انا ماني زعلانه. صدق انا قربت اعنس، بس ان شاء الله بيجيني نصيبي. ومثلي ملايين ما تزوجوا. كلامك 100% صح، وتعجبني طريقه تفكيرك، وهذه ثاني مره اقول لك اياها.
لكن انت ما في بالك طموح او هدف معين تبين توصلين له؟ لا. لا شنو بالضبط؟ يعني ودي اتزوج يصير عندي عيال، بس ماكو نصيب. الله كريم، الله كريم يا اخوي. هذا مو هدف ولا طموح. فرضا انت تزوجتي وبعد فتره ما صار في نصيب وبينكم عيال، بتمين عايشه على النفقه؟ وخلنا نفرض مثلا ان استمرت العلاقه بينكم وربك كتب ان انت تستمرين مع اللي الله كاتبه لك، بتظلين وتمين تقولي له عطني وهات وعطني وهات؟ ما ينفع كذي. حلو ان الوحده تكون ست بيت، والشيء الاحلى انه يكون لها مصدر دخل. اظن ان انت اكثر وحده عارفه شنو اقصد. انا امي ست بيت لكن ما عندها شهاده، وفوق هذا كله ما اعتمدت على ابوي ولا قالت له تعال عطني وهات. ابوي اللي كان ياخذ منها البخور والعود اللي اهنا جبته، ترى شريته منها. كل واحده شالت الصينيه وتمشي وتكسر وتبوسه. يا جليل الحياه يلي ما تستحون، اول عذركم ماكو خدم، الحين في خدم، شنو عذركم؟ لا يما الله يخليك رجاء، ترى على فكره انت فاهمه الموضوع غلط. صلحيه يا عوينتي، صلحيه العاجل، صلحيه الغلط. انا شايفه النظرات السخيفه اللي من تحت لتحت. يما لا، والاخت، الاخت لا شافت الكابتن زغللت العيون وساحت مثل الزبده. يا جليله الحياه يا ريت كان زين، كان زين خلت تصير امنا. نعم سمعيني اكثر بعد، نغمي يما نغمي. لا 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 مو عاجبش اكون امك يما. على فكره هي مو قصدها نهائيا، هي تقصد انك انت ساعات ها تضخمين الامور، وخالتي عكسك. والنتيجه واحده بالهند وواحد بالسند. صدقيني يما ما قصدت، انا ما ابدلك مليون ام، ايش فيك ما كنت تغشمر. انا ربربا تبون الناس تحترمكم احترموا نفسكم، ولا انا اعرف شغلي معاكم. يما انا بسالك سؤال، ليش هي كذي قاعد تكلمنا؟ ليش تعاملنا بهالاسلوب الجارح؟ ما تدرين يعني احنا مسخناها بصراحه، وبعدين يعني انا انحرجت من سبوك لما قالت لي انا بصب لك شاي، ايش اسوي بعمري؟ وبعدين بصراحه احنا خفاف. شنو يعني؟ قصدي انه يعني ما يصير اذا نبي الناس تحترمنا لازم احنا نحترم نفسنا بالبدايه. روحي نامي الخفيفه، روحي نامي. جابر ما قال لكم؟ يمكن لأنه ما صدقني. حتى احنا ما احنا مصدقينك لأنك خبصتنا. يلا عطوني دفعوا ولا أطردكم. بالآخر بترد البيزات. شو اللي خليك تسوي كذي؟ ما أبي أخسركم وخسر كل اللي هني. المبلغ وايد كبير عليكم، طول ما تفكرون فيه قلوبكم بتشيل علي. إي بس شو تستفيد؟ احنا مو قاعدين يوم ولا سنة ولا شهر، وهم عيالنا بيتمون عقبنا، شو الفايدة يعني؟ سالفة طويلة. وأنا ما عندي مكان ثاني يا عمتي، بتم هني معاكم. إحنا ما نضمنك، أنت الحين على قولتك تقول بترد الفلوس، وإذا رديتها أكيد 100% مع عازتنا بتنصرف. يمكن ترد مرة ثانية تقول عطوني إياها، لك ساعة مولنا نجيب لك. عمتي اللي سمعت يقول دافعين ملايين. ما عندنا ملايين عشان ندفع لك، ولا تطلع زولي يرحم والديك. رد على سؤالي. ما تغير شيء، كذي البيت بيتم باسمك. وقبل باسم يدي، وكنتوا مطمنين، ما توقعتوا انه يتغير الحال. يدي ما طمنكم قبل، بس انا بطمنكم، والله شاهد علي ان كلامي هذا كله من القلب. احنا ما عندنا شيء نخسره، والحمد لله واضحين مثل الشمس. بس الاحتياط واجب، واذا بصاج الفلوس تتم في الامانات، ما حد يجي يسال. اسمع التوفيق. لا يا التوفيق. يا اهل البيت، يا اهل البيت. سمعين، ما تفتحين معاها اي موضوع ولا تعاتبينها على شيء. شلون بعد لها ويتين لا؟ ايش فيكم؟ انبح صوتي وانا نادي، قلت اكيد هذيل شدوا. خير يا ام تركي. اصلا انا ما يم وراي الا الخير. هات اخذي هذه لك وهذا لاختك. عزلتهم عشان ما تتهاوشون. وليش نتهاوش بالله؟ اي بعد قلت ابو طبيع ما يوز عن طبعه. ما يضحك. وليش انا بطاقتين؟ قلت يمكن احد ما يحضر والكراسي على عدد البطاقات.
أحد مثل منو يا أم تركي؟ يمكن عندها خبر أن أمينة مسافرة، فقالت طيب ثنتين حقك وحق سبيتشة. أي أنا وسبيتشة بنحضر، سبيتشة لازم تحضر، تركي رابي معاه حسبة قوة ما يصير تطوف عرسه. إيش دعوة يمه، ما لا داعي تقنعيني بحضر. لا يا بنيتي، إحنا بس ما نبي نعطي أحد فرصة يقعد يتشمت فينا، ما إحنا ناقصين. إن شاء الله. حبيبتي يعني لو نقعد معهم نص ساعه نجاملهم نمشي عاد مزين مقعدهم، انا ما احب مقعدهم مالت عليهم. اقول هالايام الريايين ما يبون رعايه البيت والسنعه، يبون اللي تجيب لهم معاشها اخر الشهر وحط لهم همشة بدينهم، ريايل العازه. الله كريم يما. انا بجعل تلبسين احسن ما عندك، تكشخين احلى كشخه وتسوين شعرك شويه حبيبتي ونروح لهم ان شاء الله. ايش فيك يما؟ علامتك أمون فيها شيء؟ لا يمه، أمون بتوصل عقب باكر بالسلامة إن شاء الله وما فيها إلا العافية. عايلش قالك الكابتن؟ من طلع وأنت معتفسة. قال لي كلام ما كان طاري على بالي. تبي تعرفين إيش قال لي يمه؟ أنا شاكة في نواياه. عيالي يوم عرفوه وقربوا منه تغيروا، بالأول ناصر وأمون والحين سبوج. والله أنا اللي شاكة بسلامة عقلك. احمدي ربك انه طلع لعيالك اخو وكفو ويهتم فيهم وبامورهم. بذمتك شو العيب في انها تكون راعية بيت؟ وش العيب انها تكون راعية بيت وتشتغل؟ وهي اذا امها فلحت بالاول هي بتفلح. يكسري مياديفها ان شاء الله. قلتي لها كذي؟ لا وي ما قلت لها، اقول لك انتي بس بصراحه كلامها عورني يا حليمه. صاج بالاول كنا ناخذ مصروفنا من ابوي وامون، وبعدين أمون، والحين أمون تبي من يصرف عليها. الله كريم، إحنا يأسين من رحمة الله، واللي صار عندنا خير الجيب واحد. لا 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 مو واحد، الحين تقولين بلسانك بعدين بيتم بقلبك، لكن بعرفها من عيونك. تتخليني أضطر أقول كلام ما بفتح عيونك عليه، بس شو أسوي مضطر أقوله، وبقوله مرة واحدة وماني عايدته. تذكرين لما ضاقت فينا الوسيعة ولما وهابي صمم إلا يقبض فلوس البيت؟ منو دفع؟ أنا ما أملك شيء. اللي دفع عمون والكابتن، والكابتن ما دفع حبا فينا، حبا بإخوانه وأمهم. أما أنا وعيالي ما نملك فلس. إذا في أحد يحس إنه مقصر فهو أنا مو أنتي. شوية ما فهمت اللي قلتي، ممكن تعيدينا مرة ثانية؟ ترى مرات تخوريني أنتي. الأستاذ عادل ممكن يخلص معاملتك، تفضل معي. أنا أستاذ عادل ما أعرفه، وبعدين أنا بطلت الحساب عندك، بسكره عندك. بتسكر حسابك؟ ليش؟ أنت بتسافر؟ ميبي. ميبي ولا أكيد؟ أنت تبيني أسافر؟ لا، أنا مو قصدي شيء، هو يعني مجرد سؤال عادي. وأنا سؤالي مو عادي. انزين هذا عطني رقم الحساب. مو المفروض تكونين حافظتها؟ ليش؟ يعني المفروض احفظ ارقام حسابات كل العملاء؟ ايه بس انا مو عميل عادي، انا ولد خالك وساكن معك بالبيت، يعني حافظتها. تسحبه كاش؟ لا، بحوله حق هذا الحساب ان شاء الله. شلون المفاجأة الحلوة؟ وين الأهل؟ أهل؟ إيه قلت لهم إن أنا مو عاد أهلي وما بلقى حد يلصق فيني يمه. يعني ما حد غريب دش الشقة؟ عفا عليك يمه، بس أنا متى دخل أحد غريب بيت أهلي؟ بس كني شامة عطر غريب، عطر نسائي. ليكون صرت استعمل عطورات نسائية وأنا ما أدري. يمه شو أخباري عطر نسائي رجالي؟ الحين كل عطورات صارت يوني سكس خلاص. ما شاء الله الردود جاهزة. هذا دليل النساج يمه. أو العكس. ممكن تقولي شو تسوي هني؟ سلامة عمرك يمه، بس عقب ضغط الامتحانات قلت هني شوية ريح وفرصة، بعد الشقة صار لها سنة مهجورة ما حد زارها. وما تقولي فلان وعلان شو مقعدهم شقتك؟
يونسوني يمه، نروح ورد من الجامعه ويا بعض. اي والسكن مجاني والمواصلات مجانيه بعد. يمه الله يحداك، ترى تفكرين باشياء غريبه. وتصرفاتك اللي قاعد تسويها هذه مو غريبه؟ امسك الناس ما تعرفهم وتصرف عليهم، والسياره اللي مت علشان تشتريها حاطها تحت ريولهم يستعملونها، وتروح وترد تسافر وما تتكلم ولا تقول حتى خلنا ادق على امي واسال عنها. يلا يبا يلا يا بنات، الحين يطق المطر وانت عطل المطار بعيد يا الله يهداكم. بس صبر كروه. جلدي آو بربك، جلدي آو إن شاء الله. ويه واجب وخلصنا منه قطيعة. صج المكياج يغير، ما عرفت شكلي بصراحة. تركي ما نزل عينه من عليك، أنا خفت إن مرته تلاحظ. ليلو خلي هالليلة تعدي على خير. زين وانتي ما تبين تقومين تمسحين مكياجك ولا تبين تنامين فيه؟ بصراحة أنا خاطري بحليبة، ودي أروح المطبخ. إيه بتروحين المطبخ عشان يشوفك بالمكياج والبدلة الحلوة. سعاد منو قال إن دمك خفيف؟ من اللي بيشوفها؟ يلا تفضلي راجع الموضوع، قولي لها شنو. من اللي بتشوفها؟ جابر. جابر دايما يقول جمول شكلها غير بالمكياج. يعني الإعجاب متبادل. إيش قصدك؟ قصدي انتي تعرفين عدل. هقيت انه بس هو اللي معجب. أساري انتي بعد. زين كذي كله منك. ترديني شلون جي ما في انتي فايروس؟ شلون جهازك هذا؟ قل لي شنو حلقتك هالاسبوع؟ هلا مفاجأة. واذا طلعت فاجعه؟ ها ايش فيك انت؟ وي 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 بقبقر ولا تبين الطول، تبين الطول الله يهداك. طول اي طول. والله ما تلامين يا عمتي، وايد عالي عليك. مثل ما قالت خالتك ما ندور الطول بس ماكو فايده. قطيعه شفتي تركي اما بعينها هذه الشنة اللي خذتها بدال بنتي، شتيش وشيفه؟ لا الشنة ما فيها شيء، امي اللي حطاك هالملح. بس ام تركي اللي مهوله بعمرها. او اي امي اللي حطاك هالملح؟ البنيه راسها كنا قلن. ما عليه ما عليه، بس احلى يعني. مو شينه مو شينه. بس ام تركي شفتيها شو سوى؟ لفلف اصفر. البنت شفتيها؟ شفتي اصفر وشعر اصفر؟ لغات صفر. او اشقر شعر اشقر. لا واليوم غنى واشقر على اشقر. طبعا ترك صدق انه مو زين الضحكة. مشكور يما وهابي. طبعا قاعد طالعني تضطرني اني اقول لك مشكور مثلها. مشكور يما وهابي. ما راح اروح انام هناك بصراحة، جمول بتكفخني، بنام عندك. طمنيها، هي خايفة اقول حق امي. صدق ما راح تقولين؟ وش تبين اقول حق امي؟ اقول لها يما لحقي خطيبة اخوي تحب واحد ثاني. طيب هذه سوته حب، كله اعجاب واعجاب بريء، وبعدين الريال على الموقف اللي سواه يستاهل الاعجاب. بدون اي مواقف يظل احسن من اخوي. ايش دعوه؟ مو كافي يتكلم انجليزي وفرنسي؟ انا احب اخوي واحبه بكل عيوب، بس جمول حسافه عليها. وولد الخال يستاهلها. ما عندي اجابه يستاهلها ولا ما يستاهلها، بس اللي اعرفه نصور مو لو يوصل القاهره، لو يوصل هذه اللي يسمونها هوليوود ما راح يلاقي احسن منها. زين وانا؟ انت شنو؟ لا لا ولا شيء. ليلو شيلي من راسك، ما في شيء. لو في شيء انا اول وحده بتقول لك وبفرح لك، بس الواضح انه ما في شيء. امر مصوبك. أقول لك الساعة اللي كانت بيدين أمي أصلية؟ إيه أصلية طبعاً. زين ما تحسفتي؟ تحسف على شنو؟ لا بالعكس، أهم شيء إن تكون عجبتها. أمك ما راح تضايق من هالموضوع؟ لأني قلت لها يما المرة قامت فيني وأكرمتني وقالت لي اللي يكرمك كرمي. ما عندي شي غير الساعة.
عشان تعرف على هويتي بس، جواز، بطاقة مدنية، رخصة سياقة، هذه ترى أوراق ما التطعيم، أنا طعمت من يومين، اسم مسجل بالكامل، ثبت يعني، تفضل. لا، إيش دعوة إيش دعوة؟ شو تحب تشرب؟ قهوة مثل العادة؟ تبي روحك بتسويها؟ لا لا، زين، أنا على بال ما تشرب قهوتك، أنا أخلص كم شغلة. قعد مكانك، قعد، قعد. ترى المدام سافرة ها؟ أي مدام؟ أي مدام؟ ما تعرفها ها؟ أنا عندي مدام واحدة بتبلشني؟ تقول بعد أنا متزوج واحدة ثانية؟ اسمعني، قبل أجيكم أنا مريت البنك اللي مجاب لكم، اللي بالشارع الثاني. فتحت حساب عندهم. طبعاً ما استقبلني استقبال جيد، يعني استقباله كان عادي ما اهتم. بس لو درى إني أنا بحول ملايين، تدري إيش بكون موقفه؟ يستقبلني، يوديني يمكن غرفة الفي آي بي ويقعد وياي، أول سؤال بيسألني إياه. ليش اخترت بنكنا بالذات؟ عادي ممكن أقول له أنا والله بنك وفتحت حساب وخلاص. وممكن أقول له بعد البنك اللي أنا فاتح فيه الحساب ما في سرية، مديرة مو كفو، فاتحة خط ساخن بينه وبين المدام يعلمها بحساباتي. إيش كثر أودعت؟ إيش كثر سحبت؟ طبعاً سمعة البنك تنزل في القاع، وسمعة المدير بعد قبضون الباب. ايش رايك انت؟ اي جواب تبي؟ الاولي ولا الثاني؟ زين زين اللي رديتي، انا ترى والي نسيتي امك وديرتك واهلك كلهم. نساكم الموت يمه، بس صدق الوقت طاف هناك بسرعه وما حسيت فيه. اقنعتيني، رد مقنع وحاسم. ابي جمول من زمان ما شفتك، صايره حلوه بيضيتي. انا اليوم حبيبتي غايبه عشانك. اقول على هاللبس وهالدنيا اخذتي الجنسيه؟ زين من طول الغيبات يا ابو الغنايم. خالتي انا اسفه، هذول كلهم اغراضي، انا نسيت اجيب لكم شيء. والله حلو، لا زين، عفي عليك، اخر عمري اصير تاجرة شنطة حق مرتبوك. يمه صلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليه قبل وجهك. سمعيني يمه، اعجبك العرض اعجبك، ما اعجبك انا اتصرف بالبضاعة. يعني والله شلون تصرفين فيهم؟ تحطينهم على ظهرك وتدورين بالفرجان، تقولين بيع 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 بيع. يمه تفكيرك مال قبل، الحين اعلان واحد بالنت ولا اعلان بالانستغرام، الزباين هم اللي يجونك لحد عندك والبضاعه تصير تشري. قومي 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 شيلي قشك كله، قومي قهوه، قومي روحي اخذي اغراضك روحي دارك. اي والله يمه اعطيني فرصه اشرح لك، بس بشرح لك وتالي قرري. اي شرح؟ اي شرح واي خرابيط اللي تحكين عنه؟ سمعيني، قلتي لي احبها اموت عليها، قلت لي خالف يا حيل الله كل واحد، قلتي لي طيبه وحليوه، قلت لي خالف انا ديمقراطيه وقلبي وسيع وتقبل الراي الثاني، لكن تبين بضاعتها علشان انا ادور فيها وابيعها لها؟ لا يا امون، هذه شايده علي، شايده وايد. يمه سمعيني، ام عمر تتعامل ويا محل سماهر للعود والبخور، اكبر محل عود وبخور، اكيد سامعه في يمه. هي تدز له بضاعه اكثر من مره بالشهر، مره بيد عمر، مره بيد رشيده، مره بيد اخوها، ومره بيد واحد من معارفهم، يعني توصل له البضاعه بدون تعقيد بدون جمارك. بس اخر فتره ايش قام يسوي المحل؟ قام يقول لها ما بعنا، السوق واقف، قام يدز لها فلوس البضاعه بدون ارباح، يعني بيعهم وهو المستفيد وما يدز لها. بذمتك الشيربح، الشيربح في شوية دهن عود وبخور. يمه هذا قيمته 3000 دينار، التولة منه تنباع ب2000، يعني كل الكيلو يصير ب8000 دينار، بخور من أحسن الأنواع. بالله، أبي أسألك سؤال، من هالخبول اللي يشترون بهالقيمة؟ وي يمه أنت مو عايشة بالدنيا، في ناس يقطون أكثر من هالقيمة، اللي عنده يحب يتميز. وبعدين يما ام عمر قالت ان الريال ياخذ منها نسبه 30%، وانتي علشان منها وفيها واهل وانتي ما راح تغشينها راح تعطيك نسبه 40%، يعني لا تستهينين بهالنسبه، تطلع لك 5000 6000 دينار. ايش قلتي؟ انت زعلانه مني؟ انا بطلع. بطلتي تشربين شاي وبطلتي تعزمينا؟ اي بطلت، لان تذكرت اني مخطوبه على اذنك. جميله، انا اسف. على شنو؟ اني جيت متاخر.
هني؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. بعد ما ذكرتك عن ابنك. يما صار لها ساعتين قاعد تبكي قطعت قلبي قاعد تموت. خليها تبكي خليها تبكي ما راح تموت. لو البكي يموت كان نص العالم ماتوا وراح حبايبهم. يما تكفين قولي لها اي شيء. شو اقول لها؟ ما ادري اي شيء. مرات الصمت يصير ابلغ من الكلام. شنو يعني؟ يعني لا كلامنا راح يريحها ولا صمتها راح يفيدنا. خليها تبكي خليها تبكي لين ما تشبع وتمل. انت ما عندك سالفه وتفكيرك كلش سلبي. زين يا عمتي شنو الإيجابي والحلو؟ الإيجابي؟ الإيجابي إنك تقعد بين أهلك بديرتك بين ناسك. بالله قول لي بتروح هناك من عندك من اللي بينطرك؟ على الأقل تفتكون مني. شوف لا تخليني غلط عليك. نفتك منك ليش؟ قصدي إن تطمنون ولا أمثل أي تهديد عليكم يا عمتي. حجك صار سلبي وماسخ. قولي لي يا عمتي شو أسوي؟ لا شغل ولا مشغلة، قاعد أصرف من الفلوس اللي أخذتهم منكم وما أدري أقدر أردهم ولا ما أقدر. الأيام تمر علي وأنا ما أدري، بس أكتب أفكار بهالدفتر ولوي فيه. هذه وراثة بالعائلة، حتى ولد عمتك مر بهالحالة، بس كاهو الحمد لله توفق واشتغل. صراحة يا عمتي توفقتي بتربيته. طال بليسك توفقت عاد مربي حمام ولا دياي؟ يقولون أحسنتي تربيته. سوري يا عمتي بس مرات يخوني التعبير. عبر على راحتك وفكر على راحتك، بس لا تفكر بالسفر. ماكو سفر، قاعدة هني وبس. عمتي ممكن أبوس راسك؟ وإيدي بعد. الله يرضى عليك. الله يخليك لنا يا عمتي. تفضل يا بلال، جزاك الله ألف خير. ده كتير قوي 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 يا بدر. لا كتير هات. لا لا مش قصدي. ده كلام ما يرد الكريم إلا اللئيم. بقى أنت عايزني يعني على آخر عمري ده أطلع لئيم؟ ربنا يكرمك ومشكور وما قصرت. والله أنت اللي ما قصرت يا بلال، جزاك الله ألف خير. على قولتك تحويشة العمر خدتها ويب لياها، وانت عارف يمكن ارجعها ويمكن ما ارجعها لك. وبحلك الظروف وقفت وياي. عيالي اللي هم عيالي وما وقفوا وياي ولا انشدوا عني. خلاص بقى يا استاذ ما تخليش اعيط. لا لا عيط، انا ابي اشوف دموعك صجيه الحين. خلاص بقى يا استاذ طلعتني من الموت. بلال اسمعني، اهم شيء ابي الايراد يوصل حق ام بدر مثل ما كان قبل، ولا كنا شيء تغير، ما ابيها تحس بشيء. فاهم؟ دخت بقيتين؟ والله العظيم ما تنفيني عقل طول الليل وانا اطرح واقسم واضرب وهي كذي التجاره شايده. لا 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 ما اقدر ما اقدر ما اقدر. تبي دارك هذا وانت للحين ما بديتي؟ قومي بس قومي لا تاخرين. قومي صبر صبر اصبري علي. ايش رايك اكمل ولا اتوقف؟ اوف تدرين انك كل عشر دقائق تساليني هالسؤال؟ سيدي يا رب ايش اسوي؟ البضاعه جيمتها كبيره والمره معملتني عليها، اخاف اخسر، واذا خسرت شو اقول لها؟ ولا شو اقول حق امون؟ وليش خسرين؟ انت ما سجلتي اسعار الشراء والبيع. اي بس مرتب العيال قالت لي زيدي على السعر. هذا مطمع، هذا غير ال 40%. يا بنت الحلال اسمهم عمر وكثر خيرها اللي فكرت فيك. احنا نخلص مشوارنا ونقعد مع بعض ونحط الاسعار. اي بس ما ابي ازيد وايد. 70% معقول، اطمعهم وزين. شوف احنا اللي خلصنا نمر محل سماهر نشوف اسعارهم نحط اقل منهم، وعسى الله يبارك لنا ان شاء الله. اقول ايش رايك تصيرين شريكتي؟ مو بالريل بالبضاعه. بديت اعمالك وخب. قومي بس قومي قومي قومي. يعني ما حد درى اني سافرت؟ غيري وغير كريم ما حد اخذ باله، اي حدا بيسالني بقول له مشغوله واجت بكير ومشيت متاخره. ان ما خليت الشك يدمرك يا ام بدر ما اكون انا معها. خليه عندك يبغى شيء عندك هدية، لان صراحه انا هالايام ما اضمن نفسي، اخاف اضعف كذي واروح المطار.
يعني ما قدرت تعطيني الجواز بالبيت او تعطي امي او خالتي او جابر مثلا؟ انت اول وحده طريتي ببالي. سوري ما نسيت. وين تذكره؟ اي تذكره؟ تذكره العوده. تذكره العوده تذكره انا باردها وباخذ قيمتها، لان صراحه ما عندي مصرف وما ادري عاد كم يوم يجزون معي. انا عندي امومك. جميله. لا زين ما قلنا شيء، ايش فيك؟ بس كنتي بتقولين، واتمنى اني انا ما اسمع هذه الكلمه ابد. انا يعني لو الظروف بصالحي كان قدرت اغير الصوره اللي حطيتها ببالك. يعني تبين تردي لي الجواز واروح؟ زارتنا البركه، صدق زارتنا البركه. شلون يعني؟ اول مره عايز يدشون بيتكم وفرحان ببركتهم؟ لا خالتي مو قصدي، بس مدري عنك، من دخلنا وانحلت البركه ويات البركه وراحت البركه وزارتنا البركه، ايش دعوه؟ على العموم قبل كل شيء انا جاي اتعذر منك بنفسي. خالتي خلاص، ترى ما له داعي. لا مو خلاص، انا من البارحه وانا قاعده ورتب الكلام اللي بقوله لك. تفضلي. والله يا ولدي تسمح لي اقول لك يا ولدي؟ او اكيد بعد شنو؟ اتشرف خالتي. يا ولدي لسان هبره مو عظم، والانسان مو معصوم من الغلط، وانا اسفه، وصدقني ان ابوك ريال كاف خيره وشره، وعاف لسانه، عمره ما ضر احد ولا زعل احد ولا كدر خاطر احد. ويوم ان ولدي احتاج للسفر وطلبته ان اختي تيجي معاي ما قصر، قال لها روحي. قال لي يوم يابر اذا احتجت لشيء لا يردش الا لسانك، ترى مو قصده انه يخطط لشيء، لا، بس كل شيء قسمه ونصيب. اي والمثل يقول كل حب يطلع على بدره. والله يا يما انتوا ضفيتوا ولدنا، فتحتوا قلوبكم لبنيتنا، ويوم طحنا بمصيبه اول من عان وعاون انتوا. والحين الحمد لله الامور تعدلت وتسنعت، ورايتك بيضه يا يما وما قصرت. يا ود بوزعتك. يلا يما خذها خذها. طول بعمرك. وعمرك. عاد الزمن ما يندرى عنا يا يما، لا تصرفهم يمكن نحتاجهم. إذا ما تحلقين تموتين. وأي وقت أنت وهي يطر عليكم وتشوفون إخوانكم لا يردكم شيء، دز الباب ودرعموا بيت خواتكم بيتكم. أخاف استعيلنا يا حليم. ليش استعيلنا؟ فلوس الريال وردت له الحمد لله، إيش على بالك فلوسك؟ كنا نقدر نحل مشكلة عمون. وليش يعني؟ ناوية تقصدين المبادر؟ على بالك بترضى؟ حجية ترى وصلنا البيت، يلا نزلي. ايوي صدق نسيت. ايش رايك بالناس اللي استغلوني على قولتك؟ اشوفك ساكتة. اشوفهم ما طولوا، كنت راح ابكي. بس هم شلون مدحوني ومدحوا ابوي؟ مع اني انا ما سويت لهم اي شيء. امينة فسخت ساعتها وعطتها امي. ادري ان الساعة وايد غالية، خصوصا حق موظفة معاها شهادة ثانوية. لما سألتها قلت لها إن أنتِ مو محتاجة ساعة؟ قالت لي لا ما ألبسها. ما تفلسفت وقالت لي إنها ماركة وغالية وما تغلى على أمك. بالعكس بكل عفوية قالت لي ما أحتاجها. أي لو تسمعين قصة الساعة شنو بتقولي؟ تدرين إنها أول ساعة تشتريها من بونص الإجازات؟ وتدرين إن أمها زعلت عليها يومين وما تحاكيها؟ فلوس الشبكة والمهر.
هلو اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. صرفته بعد؟ لا لا ما علي، هذه اشياء خاصه. ما قلت لك؟ قلت لك انا. مشكور يا ابو بدر، والله يجعلها ان شاء الله بميزان حسناتك. العفو، والله ما سويت غير الواجب. والله يا ابو بدر ايام ما حد يفك ضيجته حرص، لكن هذا اللي صار منك شيء عظيم، شيء كبير يا ابو بدر. مشكور مشكور، هذا اندل فيدل على سمو اخلاقك ونبل مشاعرك وشهامتك واحلى التسهل. اهلا وسهلا وما قصرت، عسى عمرك طويل. مشكور. زين استرخص انا الحين. حيا حشا والله ما قمتوا يا بنات عبد الوهاب. مشكور، عسى عمرك طويل ما قصرت، جزاك الله خير. يا عمرك طويل ما قصرت، جزاك الله خير. ميزان حسناتك ان شاء الله، عسى عمرك طويل ان شاء الله تلقاها وين ما تدور وجهك، تلقى كل خير. يا الله يا كاح الريال سد الباب علامك. اليوم بقى حد ما شكرتي بالديره، وزعتي شكر من قلتي بس يوم الشكر العالمي. نعيمه، ها، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اي صح. والله سبحانه وتعالى قال وان شكرتم لازيدنكم. يا نعيمه يا خيتي، احنا كل عمرنا ناخذ ونسكت، حتى ابويا بعد عمري كنا ناخذ منه ولا عمرنا قلنا له مشكور من قلب. هالحين شوفي لما قمنا نشكر ولما قمنا نحمد الله على كل حال، الخير قام يهل علينا من كل صوب. الف الحمد لله. زين يعني انتم ما تخافون الشيطان يضحك علي ياخذ الفلوس وهج؟ لا وي، انت على قولتك قلت خير وشايف نعمه وشبعان، الا كان الحين يعت. بس ليش هالاجتماع هذا؟ الحين تو اتصلوا على مبدر وخلصوا معاها. شوفوا عاد، انتم الحين رياي البيت والمبلغ معاكم وبيظل بحراستكم، البنك سكر خلاص. ومبلغ الرهن لازم تعدونه، انا لا تعتمدون علي، انا حدي اعد 2000 دينار. اما نعيمه ف 200 وتغلط بعد. ايه 200 ايه اقدر. إيه. وانا اقول ان امينه لازم تدري ان حمود هو اللي جايب الفلوس. لا 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 بهذه عاد لا، امينه مو لازم تدري عن هالموضوع عشان لا يكبر حمود بعينها. خلاص عاد خالتي خلاص. ها وهاب الحين عايش معانا، واحد منا لازم يدري عن كل شيء. مو انت والله يهداكم كل نقاشاتكم بصوت عالي. زين الحين شو المطلوب؟ احنا اتفقنا ان احنا ما نخش عن بعض شيء. انزين ممكن نغير الموضوع؟ خلاص عاد. وانت ايش فيك متأزم يا اخي؟ ماضي منتهى. ارجوك لا تتدخل، ماك شغل. هو علامك ليش؟ وهو بعد ولد خاله. اوه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخذي. اقعد بس اقعد يلا عاد. اقعد شيل خشمك علينا. اقعد شو اسوي؟ ولد اخوكم بيعد الفلوس بيحافظ عليها، اقعد تكمالة عدد. لا يبا انا 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 تكمالة عدد ولا تزعل. ترى انتم مسختوها عاد. المفروض انكم تفرحون حق البنيه بتتحرر من زواج محكوم عليه بالفشل، لا اشوف فرحه ولا انشراح. لا هو زعلان ليش ان حمود بيساعد، ضميره ما يسمح له يتقبل مساعدات خارجيه. وانت؟ انت الليل والنهار مجابله قاعدين تاكلوا بصحن واحد، الحين عورتك الكلمه؟ الحين خلصوني. اقول ولا ما اقول؟ يا ريت لما نخلص من هالموضوع ما حد يذكرني بالسالفه الاوليه. هاي اللي اتصلي فيها يمه مش ناطره. خالتك اتصلت فيها موبايلها مسكر. يمه يمه عافيه، ابي وعد منك ومن الكل، ما حد يتكلم بالموضوع قدامي، واذا تبي تتكلمون تكلموا من وراي، بصراحه انا بفتح صفحه جديده مع نفسي. لا وراك ولا قدامك، واللي فيه خير خلي يبطل حلجه بكلمه. لا يزيد الحماس عندك، انا الام، انا المفروض اقول هالجمله. قوليها يمه. اللي فيه خير يفتح السيره، لا وراك ولا قدامك. يعني انت قايله شيء جديد يمه؟ شب. ومتى نروح حق رفيجتك؟ نروح؟ ليش ان شاء الله؟ لأن كل عائلة كلها بتروح معاي. لأنك حيوية ورفيجتك مهي سهلة، وأخاف تقص عليك مثل المرة اللي طافت، علشان كذي جبور معزم يروح معك. وجابرين مش حقه يروح معنا. أنت الحين بتتم صاعد ونازل وهالجنطة بيدك؟ أقول لا تغير الموضوع. أي موضوع؟ أنت غصب تسوي فيه موضوع؟ يا أخي أنا لو مكانك أطير من الفرح، شو هالبؤس اللي أنت فيه؟ اللي تحبها بتصير سنجل، خلاص يعني تقدر تتقدم لها. يبا عاد اسمعني، أنت لا تقعد تسوي نفسك فاهم. أنا ما أبي أتكلم زين؟ لا بتتكلم، بتقول لي وين المشكلة؟ يا أخي المشكلة، المشكلة إن إحنا ما نصلح بعض. مين قال؟ إيه اللي قالت؟ وقالتها بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب.
احنا كنا مخطوبين البعض، اعتقد انت تدري او يمكن سمعت، لكن تالي ايه اللي ما كانت تبي، كانت تحسبني كأخ، عالتالي انا اكتشفت ان بقلبها احد ثاني. تبيني اتم طول عمري احتياط وانطر قلبها يفضي عشان اروح اجرب حظي؟ اللي يحب ينطر، ما عندي مشكلة مع الانتظار، انطر انطر بس ما اقدر انسى. قلت لك يما انعد ذاكرتي. يما الحين هالتفاصيل مو مهمة، اهم شيء ان البنت تخوي قلب، وانت اذا شفتيها بتحبينها وتقولي لي عرفت تختار. يعني انا ما شفتها. شلون بتشوفينها وانت ما رحتي بيت امينه الا مره واحده بس؟ كني قايل لي انك شفتها هناك. يما انا ما لي خبر، تنسين يعني؟ هي صديقه امينه